كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. إذا كان هناك طلاق ما كيراعيش حقوق المرأة مثلا، ما كيراعيش يعني حقوق المرأة، وأنه القاضي الفرنسي القاضي الأجنبي ما غاديش يطبقوا لأنه ما كيحترمش المساواة بين المرأة والرجل. مجموعة من يعني من مثلا تقسيم الثروة وتقسيم وداك الشيء، يعني القاضي الفرنسي انه ما كيطبقوش، كيقول لك هذا مخالف للقانون، مخالف للنظام العام نتاع الفرنسي. و يعني قديما كانت المشكل نتاع الخلع، كان الطلاق ديال الخلع ما كيقبلوش القاضي الفرنسي لانه فيه إجحاف لحقوق المرأة، ومخالف للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان للمساواة، وما كيطبقوش نهائيا. ومؤخرا واحد القاضي فرنسي أنه صدر حكم قال لك يا سيدي ما نطبقوش واحد حكم مغربي لأنه ما كيعطيناش حكم سميتو، يعني ما كيخولش للرجل المرأة باش يديروا استئناف على الطلاق، ما يبقى ما يتعلق بالطلاق. قال لك سيدي ما نطبقوش هذا كمشكل، ولكن غادي يكون استئناف ماشي نهائي هذا الحكم، ولكن نظن انه الزميل والزميلة غادي يديروا استئناف على هذا الشيء وغيقابل سميتو للنقاش هاد النقطة هذه. هناك مشاكل عديدة يعني اللي كطرحها يعني التواجد ديال المغاربة. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.